ثانك يو ليلي. تسلم ايدك عم ياحي. انت جبت الشقه دي جديد ولا ايه يا بابا؟ شقه؟ اولا يا بقف دي مش شقه، دي فيلا زي ما انت شايف. وبعدين انت مالك؟ هتحاسبني؟ جبتها جديد جبتها قديم؟ ايه؟ هتستكتر عليا يا عم عمار؟ يبقى عندي حته مكان اجي اريح فيه شويه واروق مزاجي؟ ايوه ايوه مفهوم يا عم مفهوم. احنا يهمنا برضو ان كبير العطارين يبقى مزاجه رايق، ومن حق الكبير يتدلع. طبعا من حق الكبير يتدلع. امال انتوا بس يا سياحي اللي تدلعوا في الرايحه وفي الجايه؟ ركزوا معايا شويه بقى، خلوني اقول الكلمتين. دلوقتي انتوا عارفين ان البضاعه هنا، رجاله الريس رجب هما اللي هينقلوها. اي غلطه في العمليه ولو صغيره قد كده هتبقى عيبه كبيره قوي في حقنا. ما تقلقش يا عم، الحرب اللي جايه مش هتبقى حرب سلاح ورصاص، لا دي هتبقى حرب افكار وتكتيك. واحنا خطتنا ما فيهاش غلطه، كل حاجه معمول حسابها بالظبط. ورجالتنا ورجاله الرئيس رجب جاهزين، كل مجموعه في مكانها. وانت اتأكدت بنفسك من عزل السنة دي؟ حصل. الشهادة لله الرئيس رجب واليتيم مش مقصرين في أي حاجة. اليتيم؟ والواد ده ظهر تاني؟ أنا الصراحة ما أعرفوش. أنا لقيته هناك مع رجالة الرئيس رجب. ماشي. عموما يا رجالة العملية دي لازم تمشي صح. صح الصح، وهو بالمرة نبقى ادينا سيف القلم التاني. أهو ده بقى اللي هيخليه يعرف حجمه الحقيقي. طمن يا بابا، البضاعة تتنقل وتتسلم في الميعاد. يعني الزيارة المفاجأة دي عشان الدار؟ أولا يا جاني هانم، أنا راجل بفهم في السوق كويس أوي، وحاولت اكلم سعادتك كتير جدا عشان حد. وثانيا واضح انك عمليه جدا يا جنان، مرات زين العطار بصحيح، وبنت نشأة الفخراني رحمه الله على الجميع. تمام، طالما سيادتك بقى مرات زين العطار وبنت نشأة الفخراني، يبقى اكيد هتوافقي على اللي انا هقوله. اكيد. جبت الثقه دي منين؟ مش بقول لسيادتك انت ست عمليه جدا، أنا عارف إن الدار دلوقتي ما تلزمش عيلة العطار، بس تخص عيلة العطار. الدار دي تخصني أنا، وأنا مش موافقة. ليه كده بس يا جنان؟ كنا ماشيين كويس؟ هو حضرتك تعرف عننا إننا بنبيع أي حاجة من أملاكنا؟ بلاش بيع، خليها إيجار. أنا مش عايز الدار دي على فكرة. أنا عارف أنت عايز طريق الشرق. وده يضايقك في ايه؟ ما انت كده كده بره اللعبه. انا طلعت نفسي بره اللعبه وبره اي مفاوضات تخص اللعبه، وبره اي حاجه تفكرني بالايام السوداء اللي مش عايز ارجع لها دي. مش شرط يا جان هانم انك تبقي بره التجاره وبره اللعبه، انك ما تشوفيش الايام السوداء التاني ممكن جدا. انت بتهددني؟ حاشا لله، دي مجرد تذكره. نورت يا سيف بي. سيف انا كنت معاه وكان عاوز يصالحك، اكيد مش هو اللي عملها. هيبان
انت بقيت تشك في كل الناس، حتى غانم يا نوح. قتلت غانم. قتلت خاين. غانم خاين. انا بقيت اخاف منك قوي، وانا عايزك تبعدي عني خالص اليومين دول. خليني جنب. استغربت لما جات لي رسالتك، مش من رسالة، استغربت من المكان. ما كنتش أعرف إن أنت بتحب تيجي هنا. يا ترى إيه سر؟ ولا سر ولا حاجة. المكان هنا جميل، هادي ورايق ويساعد على التفكير. بس اللي يبص لمصر من هنا يلاقيها بقت بتشغي، وحاجات كتير فيها اتغيرت. ولا اتغيرت ولا حاجة، كل حاجة زي ما هي. الحق هيفضل حق على طول، والباطل هيفضل برضو باطل على طول. بص كويس يا طارق بيه، بص على العماير والشوارع والعربيات، مليانة ناس، وكل واحد في الناس دي عنده حكايات ومشاكل ولحظات حلوة ولحظات وحشة، ومع ذلك كلهم بيبتسموا ويضحكوا ومستنيين بكرة اللي أحلى. وبكرة يبقى أحلى مادام فيها رجالة زيك. بس البلد ما تشلناش إحنا الاتنين. إحنا مين بقى؟ خلينا نمشيها الخير والشر. لو مفيش شر هتعرف الخير من إيه؟ ازاي؟ ما اصلها مش جنة يا طارق بيه، واحنا مش هنسيبها لكم تخلوها نار. انت ليه حاسبني على الشر؟ انا مش مع الشر، انا مع الحق. بس المشكلة انه مش دايما الحق بيبقى خير، بس الباطل دايما شر. لو انت متأكد اني باطل ما كنتش جيت. انا جيت عشان شغل، بس بالتأكيد احنا مش صحاب. مصر حلوة طول عمرها، بس يا ريت ما تكونش شايفها حلوة علشان انت باصص لها من فوق. حتى وانا في أصغر حارة بشوفها حلوة، إنما انت بقى ما جربتش تشوفها من هناك. أنا شفت مصر من كل حتة، مفيش شبر في البلد دي إلا وكعبي معلم فيه. أكيد أنت عارف إن أنا وزين الله يرحمه جايبينها من تحت قوي، ما ابتديناش كده يعني. طبعاً، ما أنتوا شغلكوا بيكسب فلوس كتير. فعلاً، شغل التصدير والاستيراد بيكسب فلوس كتير، بس تعرف إيه أكتر حاجة كسبناها أهم من الفلوس؟ الخبرة ومعرفة الناس. مش بيقولوا معرفة الناس كنوز؟ تخيل بقى إنك تقرأ وشوش الناس وتعرف طبيعهم ونفوسهم واللي مستخبي فيها. كنوز فعلا. أنا بسأل نفسي دايما سؤال، أنت ليه أنت واللي زيك اخترتوا الطريق؟ ليه ما تعيشوش وسط الناس بعيد عن الخطر؟ مش كل الناس شبه بعض يا طارق بيه، في ناس وناس، وربك خلق الكون ده على قانون أساسي، الصراع، حاجات بتعيش على حاجات. الناس اللي انت بتحكي عنهم دول لو ما كانوش موجودين ما كنتش هتقعد على مكتبك، يعني وجود سعادتك مرتبط بوجودهم، عشان كده يا ريت ما تستقلش بيهم، بالعكس ده انت لازم تحترمهم. استقلش بيهم اه، انما احترمهم بالتأكيد لا. وليه لا؟ هم بيعملوا اللي بيفهموا فيه
وانت كمان بتعمل اللي بتفهم فيه. هما ما يقدروش يعيشوا زيك،